كل واحد منا سواء ذكر أو أنثى سيسأل في قبره أسئلة ثلاثة. دتشش خت زمي دتوا دزمي قطش وبشانوش ما شم ديحانا وج وبشو ش سيسأل من ربك قد وبشانوش خت ويتحر وما دينك ست ودينر ومن نبيك خت ونبير بغنبار. السؤال الأول إذا قيل لك من ربك وبشا يابا وبشم وبشما خت ويتحر تقول ربي الله الله ربي جب إنوش سيتحر على الحراش خلقني سقي غجاش وخلق الخلق قي غجا خلق شأر وأمدنا بالرزق أن الله سبحانه وتعالى رزق العباد الطعام الصحة القوة. نعم ورزق أود الرزق من 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 أموال من طعام من زوجة من أولاد هذا كله من الله سبحانه وتعالى. يرزق رقديت دي شخن رقديت دي شغن رقديت ملكو دي أرقديت سبيخ رقديت عرب سوري على حشوام قديت وراش. والله سبحانه وتعالى أراد أن نتربى نحن أيضا في الداخل بأن أرسل الله سبحانه وتعالى علينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل علينا الكتب حتى نتربى. على حشوار خويش غوكزاكم دتيتنو أرى على حشوام يتتابخر قشتخوري غحار بغنبار خرق وشتخوي غقوار. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب لابد أن يعبد، إذا كان هو الخالق لابد أن يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله. أودو شخواجة ألي حشكم دقشي غشاجة ألي حشكم دونيم دقشي غحاجة أما لنشش أبدو خبشت لنور أبزري غصف ودفجنر.